السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد مع هشام ملولي. بزاف ديال الناس كيدخلوا عندك يقولوا لي هشام ملولي فلان راه كيعايرك، فلان كيأتاكيك، فلان داير عليك لايف، علاش ما كتجاوبش، علاش ما كديرش؟ خوتي غير بغيت نوصل لكم واحد الحاجه، انا نقيت راسي، كنت دخلت لواحد المستنقع وسخت فيه راسي، نقول لكم بهذه الطريقه هذه وسخت فيه راسي، ولكن ما كيهمنيش، مشيت وسخت راني انايا منع كنقولها بهذا اللونغاج هذا انني توسخت. علاش؟ جا الكونفينمون، كانت كورونا، ما كاين ما يدار، ما بقيناش كنتريني ولا صاصي الدين، ما عارفينش هذا الوباء كي غادي يدير يمشي، كيفاش هذا الشيء غادي يسالي، كيفاش غادي يبدا، ما كناش عارفين شنو واقع. بقيت كنقول كذا، سمحنا في لونترينمون وتلحينا، حاشاكم الوسخ، حاشا وجهكم وحاشا مقامكم الوسخ. ولينا كنتسابوا مع هذا، تكلاشا مع هذا، دير مع هذا، طيحنا النيفو، حتى اللي كان كيسمع بينا تعطينا فرصه، ولا حتى هو كنعطيوه فرصه فين يعايرنا. كان ما كيسمع بينا، وانا اللي طلعت بزاف ديال الميكروبات، انا السبب، كنتحمل المسؤوليه الكامله بان في هذا الكونفينمون هذا خرجوا بزاف ديال الميكروبات للارض الواقع اللي ما كانش خاصهم كاع يبانوا، تعطاهم حتى فرصه تيهضروا، حتى ولاو حتى هما كيعبروا على الراي ديالهم. لهذا حنا دابا رجعنا للكونسيبت ديالنا، الكونسيبت ديالنا اللي هو السبور. انا رياضي، الكونسيبت ديالي هو الرياضه، يعني هادشي هو اللي كان عندي النهار الاول وهادشي اللي رجعت له. دابا بزاف ديال الناس ما مصروطاش اليوم بانني انا رجعت للكونسيبت ديالي ودرت به البوز. راه الكونسيبت ديالي هو دا، شنو بغيتي نبقى نتعاطى معاكم في اللايفات ونتكلاشا معاكم؟ وحشومه وصلت بينا بان فنانين، مغنيين، ممثلين ولاو كياتاكيوني. علاش؟ حيت درت البوز. راه الدومين ديالي درت به البوز، ماشي جيت للدومين ديالك ودرت به البوز. العيب والعراني كون جيت للدومين ديال شي واحد فيكم ودرت به البوز. والدري كيقولك حنايا ملولي انا واعر عليك. باش واعر عليا اخويا؟ انت واعر عليا باش؟ باش واعر عليا؟ بانك كدير عليا لايف ساعه ودابا والملولي ما مسوقش ليك كاع ما تيجاوبكش، اذا شكون اللي واعر على الاخر؟ واش انا ولا انت؟ اذا انا واعر عليك ب 1000 مليون درجه. واش انا كنتسوق حتى ليكم؟ واش واحد المغني راه عارف راسو شكون هو تعرفوه حتى نتوما؟ ومات له الحوت، ما خلاه، ما دارش البوز، دار عليا الفيديو الاول والثاني والثالث والعاشر. حشومه صاحبي، انا ما بغيتش نجاوبك، احترمتك حيت كبر مني اصاحبي، وما عنديش نطيح معاك النيفو اصلا، نبقى نتعاير معاك ونتكراش معاك، شنو غنستافد؟ انا مكونسونطري على الرياضه ديالي وعلى السبور ديالي، وغادي فيها بخير ترونكيل في امان الله وحفظه. تتنتفاجئ بان هاد الناس هادو ما فهمتش انايا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. كنا غادي حنا في الدومين ديالنا، غادي في الرياضه ديالنا، كيجي شي واحد كيخرجك عن السيطره. هاد المجاهدين اللي جبتها ناض تحدي، تحديت فيه ريكو، يعني في اطار الرياضه، حتى الله ياخذ الحق في ذاك النزاع. غادي انا وياك كلاس الخا ديال العصا، وخرج هو يقول لك هاد الفوز ديالي، هو هو كلاس الخا، وقال اقصح وجه كلاس الخا، وقال لك هاد الفوز ديالي كنهديه لفلانه حبيبه ديالي. كنا في الرياضه دخلنا سامحيني والافلام التركيه، حتى ولينا هنايا ولات فتالي الضرب والجرح، ولا هاد البلبله هادي، ولا هاد الروينه هادي، لا حول ولا قوه الا بالله. حنا هاد الموجه هادي كانت فيها الرياضه، دخل هذاك بغى يوسخها، يعني ماشي مشى قال صافي دابا الملولي نتحدى واحد اخر ولا شي حاجه. كون يبقى هكا، كون كانت غادا الموجه زويونه، شي كيتحدى شي، هذا يتحداني انا نتحدى هذا، موجه اللي هي واعره. هاد الموجه جبناها ديال الرياضه، ودخل بنادم ما عرفش واش بغى يوسخها لنا، هو دخل مع هادي دخلت هذا دخل هادي، هي دخلت هنا، تا ولينا مشبكين مربجين، ما فهمتش لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الخوت، حنا الهدف ديالنا من هادشي كامل، حنا ما باغينش حاجه اللي هي خايبه، حنا باغيين غير الرياضه، نهزو النيفو ديال الرياضه، تحديات مشرفه. كتدخل دابا التيك توك كتلقى الرياضه، كتدخل اليوتيوب كتلقى الرياضه، كتدخل الفيسبوك كتلقى الرياضه. واش هذا ماشي انجاز زوين؟ رياضيين ما كناش كنعرفوهم، تعرفنا عليهم وعرفناهم، ياش هادشي ماشي انجاز زوين؟ نضت واحد الدريه تحداتني قبل التحدي ديالها، خرجوا شي وحدين، انا نهضر على الناس اللي كيديروا رياكشن، انا نهضر على صحاب الرياكشن. نتوما صحاب الرياكشن كتنوضوا كديروا علينا رياكشن، شنو كتقدموا لنا نتوما اصلا؟ شنو هو المحتوى ديالكم؟ حنا كنديروا وانتوما كتجيو كديروا علينا رياكشن وكتعطيو الراي ديالك. شكون انت خويا تعطي الراي ديالك فيا؟ شكون انت؟ يعني انت انت اللي بغيتي دير رياكشن عليا، عطيني المحتوى ديالك باش انا ندير عليك رياكشن، ماشي انت يا وحدين عايشين حياتهم عندهم كونسيبت وانت كترياكسيوني عليهم، رياكسيون على هذا، رياكسيون على هذا، كترياكتي مع راسك، رياكتي هنا، رياكتي هنا، رياكتي هنا، رياكتي هنا، مدخل ادسنس على دار عباد الله وكتبقى ترياكتي. ولكن انت شنو هو المحتوى ديالك؟ شكون انت؟ وزير الثقافه، وزير الشغل، وزير الصناعه، شنو كتعطينا؟ شنو كتقدم لينا باش تجي انت ترياكتي علينا؟ عطينا محتوى باش انت ترياكتي علينا في المحتوى ديالنا، وحنا نرياكتيو عليك في المحتوى ديالك. كتجي كترياكتي، واش انايا نط دريه تحداتني
ودريه شجاعه، دريه مسكينه باغا تشهر، باغا تبين الرياضه ديالها. انا هاد لي زابوني اللي وصلت ولي طلعت لهاد العدد كنفرقهم مع ولاد الشعب، بين هذا بين هذا ما حملنيش من كيفاش دابا واحد كيدير رياكسيون كيحسبوا هو راه محلل سياسي ولا ما عرفتش شكون انت. الملولي ناض كيتحدى دريات شي ما عجبنيش كدا، واش عارف شنو عارف شنو كاين ولا غير كتهضر اصاحبي. انا تقبلت التحدي ديال الدريه ما غادي نضربها ما والو، غادي نهز لاكارد ديالي نخليها تلعب ونخليها تبان، انا نعطيها فرصه فين الدريه تشهر وتبان. علاش المكلخ الحمار حاشا الناس راجي عيد المراه 8 مارس خاصنا نهزو بالعنصر النسوي. فكر 8 مارس جاي عيد المراه، وانا قبلت التحدي ديال الدريه وغادي ندير معها الكومبو في 8 مارس النهار ديال عيد المراه، غنكبر بها راه ماشي طيحت بها. ومال الدريه ما عليهاش الله، علاش كتحقروا الدريات؟ الدريه عطيها فرصه حتى هي تبان. مال الدريه ماشي بالناس روتيني اليومي، وتحيه الناس اللي كيديروا روتيني اليومي زوين، راه كاينين شي ناس كيديروا روتيني اليومي مؤدب، كيديروا الطبخ، كيديروا شي حاجه زوينه ما كيتعراو ما والو، تحياتي لهم. انا كنهضر على روتيني اليومي اللي ماشي روتيني اليومي. حشمت نقولها، تنحشم من المتفرجين ديالي شي حاجه اللي هي لا علاقه لها بالروتين. السيده كدير رياضه، السيده عندها شين بغات دير فيها رياضه، بغات تبين الموهبه ديالها الرياضيه، ما نشجعهاش، شجعتها انا. علاش ما كتبغيوش الخير لعباد الله؟ علاش قبل التحدي ديالها هي راه باغا غير تشهر، وانت اللي كدير رياكسيون شنو باغي؟ وهذا اللي كيدير تعليق شنو باغي؟ كلشي باغي يتشهر اصاحبي. شنو فيها السيده راه تشهرات؟ علاش ما نعاونوش دريه اصاحبي؟ دريه نعطيوها فرصه وتبان حتى هي. علاش ما عندهاش الحق؟ ما عليهاش الله، عندها الحق ونبينوها. و8 مارس هذاك هديه مني ليها وتكبيره بالمراه المغربيه وبديك المراه خصوصا، غادي نكبر بها. ومن تما هي عاوتاني غادي تولي دير تحدي مع شي دريه وغتكبر بها، وشي كيعاون شي. وهاد لي زابوني اللي وصلت ليهم الحمد لله غادي نبارطاجيهم مع ولاد الشعب، والنهار غيوقف عليا شي واحد ولا شي حاله اللي كتكون خلينا داك يجي حقا. انا هادي ما خدمتش، دبر راسك داكشي ما كنهضروش عليه. شي حاجه اللي غادي يلقاو فيها ولاد الشعب غادي يحتاجوا شي واحد اللي يوقف معاهم، غيلقاو هشام ملولي كاين، وهاد لي زابوني هما اللي غادي نوقفوا معاه بهم. هاد لي زابوني ماشي ديال هشام ملولي بوحديته، هاد هشام هاد لي زابوني ديالكم كاملين. هاد المليون والصرف ديال المتابعين راه ديالكم كاملين، يعني النهار غتحتاجوا هشام ملولي غتلقاوه غتوقفوا عليه. وبالرجوله حنا كبرنا بالرياضه، وفما بالك التيك توك كنت كتدخل كتلقى الدراري شعرهم حتى لهنا وكيتحيروا كيما نعرف، وواحد كيشد لواحد ما نعرف فين، وواحد ما ويبوس هذا وهذه تبوس هذا. واش هذا ماشي حشومه؟ تدخل كتلقى دريه مع الريه كلها وكتنفض وكتشطح وكتقول لك شكون اللي دار بحالي وشكون اللي دار هذه. تدخل شي ولدي كتلقى دريه هزه اللي قاد لابسه محترم بروتيجون كتضرب في الساك، دري كذلك باق باق تحديات باق باق. عباد الله كانت كتضرب بجناوه، بدنا الجناوه بدناهم بالليكات. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، ان حيدنا الجناوه ونلبسوا الليكات. يعني بيني وبين شي واحد شي حساب باغي نضرب انا وياه، ماشي نجيب جنويه نحشيها فيه ولا نضربه ونقطع له عصبه، انا نمشي للحبس هو يمشي للقبر ولا يمشي للطبيب. لا، بيني وبين واحد الحساب غنمشي انا ويا الاقرب نادي رياضي نفاريوه خاصها التفارق، نمشيو نادي رياضي خويا بيني وبينك حساب نقطعوا لا سيرونس ديالنا التامين ندخلوا لا سان نديروا كالا انا ويا باق باق عطيني نعطيك عطيني نعطيك فخر نتعانقوا وعادي. راه اون فوا ميم كيضرب كيخوي ذاك الغل اللي فيه وكيطفى وكيصفاو الخواطر. يعني هذا هو اوبجيكتيف ديالنا اللي هو نبيل، اوبجيكتيف ديالنا اللي هو زوين. بان موقف ضدك هذا الملاوي علاش كيعطينا؟ الملاوي الدومين ديالو الرياضه من النهار الاول، يعني الملولي داكشي اللي عنده في الرياضه راه غادي يعطيه لك. كاين هذا هذا الملولي علاش كيعطينا كاع؟ كي موتيفي موتيفاسيون ما عجباتكش، موتيفاسيون رياضيه، يعني دوميني هو هذا. شنو بغيتي نعطيك نصنع لك اليورانيوم؟ انا راه سبورتيف داكشي كنقضي عليه في الرياضه راه كنديرو. شنو بغيتي الملولي يصنع لك بنت ولا يصنع لك صاروخ كيمشي ما نعرف فين؟ من الاول الرياضه داكشي في الرياضه راه داير جهدو اللي فيه، كيكبر بالرياضه كينشر الرياضه، سفير الرياضه، سفير الرياضه في المغرب وفي العالم كامل. هذا هو الاوبجيكتيف ديالي انني نشر الرياضه فين ما مشيت كنشر الرياضه الحمد لله. يعني الاوبجيكتيف ديالي هو هذا من النهار الاول والناس عرفوه. علاش هاد المعلم اللي متبعينه هذا كيهضر ديال الحقد والحسد كتخليك تهضر؟ اجي نسينيالي ولا مالو؟ لا سينيالي باش تحيد لي الروح ديالي. دابا حسك سينياليتيني انا راه غتحيدني؟ تحيدها باج انستغرام ولا شي، انا ما غنتحيدلكش اصاحبي. راه من النهار الاول كنقدم لك الرياضه لدابا كنقدم لك الرياضه، يعني ماشي النهار الاول عطيتك وجه ودابا عطيتك وجه. الرياضه هي الرياضه، وغاديين في لوبجيكتيف ديالنا كنشرو في الرياضه، وخاصنا شباب متريني. علاش حنا بغينا يطلع لنا شباب قوي متريني؟ عباد الله مترينيا مبنيه على الصح اللي غيحررنا الصحراء، وخا الصحراء محرره ومغربيه. الدراري اللي يقفونا يقفونا في وجه البلاد، دراري اللي كاينين ديال بصح. بغينا شباب اللي قوي ماشي شباب التيك توك ما نعرف شنو.
حنا كنصنعوا شباب بجيل المستقبل حار رجال ديال بصح. هادشي كامل ما يعجبكش غتنوض تعطاكي المليون صاحبي. كنستغرب واحد الفنانين صاحبي شبيني وبينك صاحبي، انت فنانه صاحبي ولا مغنيه ولا مغني، ماشي واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، رابوره فنانه مغنيه مالكم اخويا؟ شبيني وبينك انا فين عمري جبدتك ولا سميتك ولا وصلتك ولا اطاكيتك؟ علاش شوف كيدير البوز ما كنحملوش؟ واش هاد الحقد والغل كامل فينا؟ علاش علاش صاحبي بنادم داير بحال هكا صاحبي؟ الملون راه كيقدم الرياضه، رابور راه كيقدم لك الراب، مغني راه غيغني لك، راقصه راه غترقص، يعني كل واحد المحتوى ديالو، يعني انا داكشي ديالي غادي فيه مبلبلها بالرياضه، مازال كاين الكومبات، مازال كاين التحديات عادي. دراري شوف رابطات المغرب ديال الكيك بوكسين ولا ديال الكاراتي كتلقى فيها 100 واحد كيتفرج. هاد الكومبات اللي كنديرو كيتفرجوا فيها ملايين ديال الناس، كاين مشاهدات يعني كاين اقبال، يعني راه داكشي ناجح. مادام كاين البوز، الا داكشي عاجب الناس، الناس باغا تفرج. الناس كيعجبهم كومبات، راه كتكون كومبات امريكان كتلقى مغاربه كاملين كيتفرجوا فيها. المغاربه واخا ماشي رياضيين بداتهم ولكن رياضيين في عقلهم، كيعجبهم الرياضه كيعجبهم يتفرجوا يشوفوا الرياضه صاحبي. حنا كومبات كنقربهم تاليهم عجبهم بالمضاربه وباق باق عندي عندك وداكشي في اطار الرياضه والاخلاق صاحبي. راه ماشي كنشدو بهم كنقتلوه ولا نطيرو له، لا الرياضه والاخلاق لبس الليقات صاحبي، لبس الليقات. بغينا شباب قوي، بغينا شباب رجاله، العباده والرياضه، بغينا عباده تصلي رمضان جاي، عباده تشد في الصلاه ديالها، بغينا الرياضه صاحبي. هادشي كامل ما عجبكمش صاحبي؟ بحال اللي كنديرو شي حاجه اللي ما عرفتش جايه من كوكب زحل. ودريه غادي نشجعها 8 مارس ان شاء الله، الرياضه غادي نشجعها على الرياضه وغادي نعاونها وندير معاها كومبا، ما نضربها موكا ومشى يتحدى دريه كيخاف. بغيت نعطي فرصه صاحبي. شوف خاصك صاحبي تكون في شكل في دماغك صاحبي، خاصك تكون واحد الانسان متفتح اوبن مايند، خاصك تكون متفتح. راجي عيد المراه صاحبي، كيفاش غادي نديرو نحتفلو حنا بهاد المرأة؟ غادي نحتفلو بهاد المرأة، غنعطيو فرصة لواحد الدرية، غندير معاها كومبا، غادي يبان داكشي زوين، الناس اللي زوينين في دماغهم راك عجباتهم الفكرة، وقبلوها بواحد الصدر اللي هو رحب. قبلوها بواحد الصدر اللي هو رحب، وقال لك فكرة زوينة، الملولة غادي يدير كومبا مع درية غيبينها فوالا، وديك الدرية يتحداوها دريات أخرين وهي غادا، يعني ماشي شي حاجة اللي خايبة أصاحبي. يعني ماشي شي حاجة اللي هي خايبة. نادم داير هكا جاب تقرون واللي ما عرف مالو اللي كيسب اللي كيآير. ودابا المشكله بان هاد الناس هادو ما كيعرفوش كلاشي، والكلاش راه فن. غتبغي تكلاشي شي واحد كلاشي كلاشات الكلاش، نعطيك الكلاش دابا ندخل بمطولا وعارضا بلا ما نسبو بلا ما والو. راه كاين فرق بين الكلاش والسب والشتم والقذف. راه كتبقاو تسبوا بنادم وتشتموا وتقذفوا له في عائلته في ولادو في ما نعرف، وتبقاو تقولوا بان هذا كلاش. واحد صاحبي انت فنان صاحبي كتسب فيا وتعاير فيا صاحبي، واش انا سبيتك وعايرتك؟ شنو هو النيفو ديال الفنان؟ هذا هو المستوى ديالك صافي. شو شحال عايرتي من فيديو؟ كل نهار كدير عليا فيديو جوج هنا تعرف بانك انت كتقلب على باس. واحد بعيد عليا في كوميديا ولا ما عرفش كيدير حتى هو كياتاكيني، واحد اخر ما عرفناش كيدير في السوشيال ميديا كياتاكيني، وحده اخرى وحده اخرى وحده اخرى وحده اخرى. شوف اخوتي واش انا كنأتاكي؟ واش كنسمي شي واحد؟ شوف فيديو شحال وانا كنهضر وسميت شي واحد. علاش؟ حيت انا ما كنقلبش على الباس بواحد اخر، حيت هاد الناس هادو داروني محتوى. واش عباد الله ولا داير الملولي كونسيبت؟ تخيل اصاحبي واحد مغني ولا دايرني كونسيبت، كون نهار الملولي الملولي لدرجه انه خرج عليا اغنيه، ولا يعقل هذا الشيء اصاحبي. واش ما عندك ما يدار درتي الملولي كونسيبت؟ انا راني ماشي كونسيبت، انا راني ماشي محتوى لواحد اخر. واش انا محتوى لواحد اخر؟ اللي ما لقى ما يدير انه كوميديين داروا الملولي محتوى، مغنيين داروا الملولي محتوى، ممثلين داروا الملولي محتوى، ما عرفتش كيديروا في حياتهم داروا الملولي محتوى. شنو هذا الشيء اصاحبي؟ شنو هذا النيفو وصلنا له اصاحبي؟ انا راه ما غاديش نجاوبكم، حيت هذا الفيديو درتو كنوضح الناس، كيقول لي ملولي ما كتجاوبش الناس كيسبوك هذا كيعطيك خويا. وما يكفي اننا طيحنا النيفو في الكونفينمون، ولينا نطيحوا النيفو اصاحبي، نبقاو نتعايروا مع اللي يسوى مع اللي ما يسواش. نعطيو فرصه لبنادم لا علاقه كاع له بالحياه، نعطيو فرصه نوضو حنا عاد تكلاشاو معاه حقا ما حقا تعطى عندي عندك انت كدايا. ودابا مشكلة دابا ما كيعرفش يتكلاشا، قلنا لكم هي السبانه صاحبي، بعدم فمو صاحبي حاشاكم الزبل، حاشا وجهكم. انا كونسيبت ديالي رجعت له هو الرياضه، غنبلبلها في الرياضه، تحديات الرياضه، غنعطي داكشي الرياضه، فلوقات زوينين، الخروج كيما هادي، مشي لهنا كيما ديما، يعني سالينا من داك المحتوى الموسخ، يعني ماشي ديالي ديال وجهي، والناس عاجبهم هادشي اللي كندير، وانتم الدراري الكومونتير ديالكم راك انتم كتخليهم، برافو الملولي كمل غادي مزيان، خليك في هذا المحتوى، بعد من هادو، بعد من البراش، بعد من العاهرات، بعد من كذا، بعد من هادي. انا عاوتاني انا كنقدر كنحترم الراي ديالكم، حيت علاش؟ انتم اللي مطلعيني، واي واحد في هاد السوشيال ميديا كيما بغى يبان، انت اللي مطلع كيما بغى يكون النوع ديالو، كيما بغى يكون اي واحد، ما يبقاش يبان عليكم، انتم اللي كتطلعونا، انتم مطلعيني عاجبكم هادشي اللي كندير، انا غادي نمشي في داكشي اللي كيعجبكم، وغادي ندير داكشي اللي كيعجبكم، حيت انا هادشي كنقدمه لكم انتم.
صافي عادي. انا يعني بامكاني ندير شي حاجه نقول ما كيهمنيش بان ندبر راسو يعجبو ولا ما تعجبوش، ولكن لا عادي خاصني نكسب الناس. انا نكسبك احسن من انا الشيء اللي كسبتك عندي ربح شي واحد احسن من نخسره. انا ما نحملش نكسب نخسر واحد واحد ولا اخر، ما نحملش كاع نخسره. انا كيعجبني نكسبكم كاملين، انا بغيتكم كلكم تكونوا في جنبي، نهضر معاكم هضره ديال الرجوله. انا ما بغيت حتى شي واحد يكون ضدي، كلشي يكون معايا، كلشي خوتي، كلشي صحابي، وكلشي في القلب. وعاجبكم هادشي اللي كندير، واغلبيه ديال لي كومونتير لي ميساج زوينين، غير هو خوتي راكم عارفين بحال دابا نعطيكم مليون 10% منها كتكرهك و 90% كتبغيك، اذا 900000 كتبغيك و 100000 كتكرهك. شوفوا راه 100000 لا هاجماتك، راه داك الشيء علاش انا كيطلع لي الدم حيت كيكثر، ولكن الحمد لله عندنا اللي كيبغيونا اكثر من اللي كيكرهونا. وعاجبهم هادشي اللي كندير، وعاجبهم الرياض، وعاجبهم هادشي اللي كنديرو، مقتنعين به وكيشجعونا عليه. لهذا غادي نبقى غادي في هذا النيفو وفي الرياضه، وما غنحيدش من هذا الكونسيبت هذا. اللي بغى بغى، واللي ما بغاش دبر راسو. شكونوا متفاهمين؟ كونوا متفاهمين. اللي بغى بغى، اللي ما بغاش شغالو هذاك. انا ما غادي نضرب مع مغنيين، ما نضرب مع ممثلين، ما غنتساب مع فنانين، ما غنتساب مع انفلونسر، ما والو. لهذا هذا جواب لجميع الناس اللي كيهضروا في لي فيديو، ما ديروش الملولي كونسيبت. سير اخويا دير الكونسيبت ديالك وهضر عليه وسير، الله يعاوننا ويعاون. انا غنمشي نتلاقى في الدومين ديالي مع ابطال، مع الناس اللي غيزيدوني لقدام، مع الناس اللي كيفهموا في الدومين، في الدومين الرياضي كامل، في الكيك بوكسين، في الكاراتيه، في التايكواندو كذا. غنمشي نبقى نتلاقى ناس، غادي نتريني مع ابطال، غنمشي عند دراري ابطال المغرب في التايكواندو، دراري ابطال المغرب في الكاراتيه، دراري ابطال المغرب ما نعرف في لا بوكس، هنا 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 بقى نمشي ندير فيديوهات معاهم، غنبين ابطال. انا رياضي غنبين ابطال. غادي نمشي نتلاقى الدراري في لاصال هنايا، نمشي القنيطره، نمشي الرباط، نمشي لكازا، نمشي لمراكش، نمشي لتطوان، نمشي لصفرو، نمشي لفاس، نهبط لاكادير، نمشي لمراكش، نبقى نتلاقى الابطال، نبقى نتلاقى الدراري ابطال، ندير معاهم فيديوهات، تريني معاهم، نتحداهم، يتحداوني، نديرو سبارينغات، نضحكو ونشطو في اطار الاخوه، في اطار الرياضه. يعني هذا هو الكونسيبت ديالي. يعني انا بدل بلا ما يبقى يجي يجرجرني معاه، غيبقى معاد كيكلاشي ويبقى يبغي يبرك ولا ما عرف شنو باغي يدير، وانا ولا ما لا ولا ملولي. فين كيعرفك كاع؟ فين تنعرفك؟ فين مسوق عليك؟ فين عمري شتك؟ ابقى ترن مع راسي صباح عليك الصباح. التوجه ديالي هو هذا، وحياتي هي هذه، الرياضه، لي فلوغ، صافي مع راسي ترونكي. انا تنقولها لكم، ما باغي نتكلاشا مع حد، ما باغي نوصل مع حد للعيب. اللي بغى بغى، اللي ما بغاش شغالو هذاك. ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا، ما نطولش عليكم بزاف. اللي كاين قلنا ان شاء الله 8 مارس عندي كومبا مع الاخت، عندي كومبا معها هند مورينا 8 مارس تكبيرا بالمراه المغربيه. هادشي وحدين استغلوها قالك قبل التحدي ديال المراه، قبل التحدي ديال المراه، اذن هو خواف. اسكت اصاحبي، اش كتعرف؟ اش كتعرف؟ راه كبيره بالمراه المغربيه، وندير معها كومبا في اطار الرياضه وفي اطار الاخلاق. بالعكس كبرت بيها ملي قبل التحدي ديالها، انا عاونها سيدة هي تعرف وتوصل الناس، ونديرو كومبا زويونة انا ويتفرجوا الناس، باغيين يتفرجوا. هي عادي تحدين، والدرية قالت لي انا نطيحك في اقل من دقيقة، قلت لها نعطيك جوج دقائق تحسيني، نعطيك 10000 درهم، وقاد بكلمتي. غنلعب معاها، نجمع لا كارت ديالي، الضرب نسكيفي، لا لعب انا وياها، نضحكوا انا وياها عادي. شنو فيها صاحبي؟ علاش؟ علاش هذا الحقد كامل؟ واش كتعرف شي حاجة؟ لا انا الملوني ما حملتوش حيت قبل التحدي ديال الدرية. شكون انت اللي تحملني ولا ما تحملش؟ شكون اصلا تسوق للرأي ديالك؟ وبارك ما دير رياكسيون ديال والو. رياكتي يا اما رياكتي نيشان، يا اما حيد عليا من النفاق. اللي غيدير رياكسيون يدير نيشان، ولا حيد من النفاق. صاحب رياكسيون اللي ما بقى ما يدير ديال القناه، يبقى ينوض يدير رياكسيون على الناس. كيخطوني صاحب رياكسيون كينوض الخوت دابا ندخلو نشوفو فيديو ديال الملولي، ولا فيديو ديال فلان، ولا ديال فلتانه. نشوفو طلق الفيديو. لا هاد النقطه هادي ما عجبتنيش انايا، ما كانش عليك ديرها. شكون انت اخويا؟ شكون انت؟ شكون انت؟ من انت؟ سوقك شغالك اصاحبي؟ دخلك وقت التونا بلي ريا؟ ما فهمتش انا، قناه فيها رياكسيون، كترياكسيوني على عباد الله، هذا دار، هذا فعل، هذا ترك. انت شنو درتي؟ شنو كتقدم لينا؟ عطينا محتوى ديالك، واش حنا نديرو عليك رياكسيون؟ حتى حنا خاصنا ننتقدوك. كيقتلوك شري كرسي كدا ويجلس يبقى واحد اللقطه ما عجبتنيش انا، تا 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 تا، واحد دار هادي انا ما عجبتنيش انا، ما نعرف شنو هاد، شنو هاد الشيء اصاحبي؟ كل حر في راسو، كل يدير اللي بغا. وترياكسيون عليه، سير رياكسيون على راسك. اعطينا انت بعدا محتوى، عاد دير رياكسيون على عباد الله. دير قناه تعطي فيها المحتوى ديالك، وقناه واحده اخرى دير فيها رياكسيون، ديك الساعه نتقبلوها.
اما ماشي قاد انت تنتقدنا، شكون انت اللي كتنتقدنا؟ نتمنى الميساج يكون وصل لكلشي. ونهار 8 مارس كاين الكومبا ان شاء الله مع الدري، تكريما للمراه المغربيه وتحياتي للمراه المغربيه، وتشجيع لجميع المواهب والابطال. مازال تحديات، مازال البطولات، مازال بزاف ديال الحوايج، مازال شحال من حاجه زوينه. المهم الخوت ما نطولش عليكم في الفيديو، كان معكم هشام ملولي، تهلاو ليا فراسكم وتشوفوا فيديو جديد. السلام عليكم.